خويا هذاك هذوك كنسميوهم حنا العداء كنسميوهم المغرب المنسي، ان هذوك المناطق الا ما كانت شي فاجعه وما كانت شي حاجه صعيب باش تدخل لهم بالحديد، صعيب باش تدخل لهم بالطوموبيلات، صعيب باش تدخل لهم. علاش؟ لان فريمون داك المناطق عندهم نقص من بزاف ديال الحوايج، باقي نقص يعني شنقول لك مستوى العيش الكريم اللي 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 اللي, اللي كيطمح ليه اي واحد راه ناقصين منه داك الناس. يعني حاولنا ان نديروا مجهودات تافر مع بعضياتنا ووصلنا داكشي اللي قسم الله يعني لذاك الناس. جينا لهنا لقينا واحد الناس اللي في قمه الماساه ديالهم وهما الجود والكرم، لقينا ناس اللي تبارك الله يعني رغم ان عندهم ناس ميتين، رغم عندهم انهم دمار، ناس كتبات في الزنقه، ناس اللي فريمون كتبات في الزنقه، دايرين غير خيام وكتبات في الزنقه. يعني نظرا لان داك الهزات الارتداديه باقا كتعاود وعندهم تخوف وعندهم خوف من 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 هذا الشيء هذا اللي كيطرى. مي الحمد لله الحاجه الوحيده اللي بانت في هذه الوقيته ديال الازمه هو ان المغاربه شعب متكافئ في السراء وفي الضراء، يعني في وقت الفرح وفي وقت القرح كتلقاهم ديما الحمد لله متضامنين، كتلقاهم ديما متكافئين. الناس اللي ناس اللي ناس اللي فين ما حطيتيهم كيخدموا، فين ما حطيتيهم كيتعاونوا. الدليل انت الا جيتي تشوف اي بلاصه مشيتي ليها من الضراء كتلقى بحال هكا، كتلقى المساعدات، كتلقى هذا الشيء هذا اللي كاين. علاش؟ لان الحمد لله المغرب بلاد الخير، وكنشكروا السلطات المحليه اللي هي قايمه بالواجب ديالها. كنتمنى وصلوا لذاك المناطق المنكوبه اللي باقا ما وصل لها حتى شي واحد، وتنتم الله يجازيكم بخير، وإن لله وإنا إليه راجعون. في هذا الشيء هذا اللي وقع أخي، هذه المبادرة اللي درت، هذه مبادرة درتها مبادرة كشخصية، مبادرة من عندي أنا واحد الأصدقاء اللي تاهما معايا ديزاتليت، يعني تاهما كيديروا الآخر الحمد لله. الجامعة الحمد لله حتى هي دارت اتصالات ديالها، وحتى هي صيفطات المساعدات اللي قسم الله صيفطاتهم مع فرموكات وكدا مع ناس اللي متخصصين في هذا الشيء، المناطق اخرى من غير المناطق اللي جينا ليها حنا الحمد لله. يعني فهمتي، يعني شوف المغرب كامل يد وحده، دابا المغرب كامل يد وحده، والمغرب كامل مساعد الحمد لله، بحال الجامعه بحال الشعب بحال الضعيف بحال اللي عنده بحال اللي ما عندوش، كلشي كيتساعد في هذا الوقت الحمد لله. هذوك كنسميوهم حنا العداء كنسميوهم المغرب المنسي، ان هذوك المناطق الا ما كانت شي فاجعه وما كانت شي حاجه صعيب باش تدخل لهم بالحديد، صعيب باش تدخل لهم بالطوموبيلات، صعيب باش تدخل لهم. علاش؟ لان فريمون داك المناطق عندهم نقص من بزاف ديال الحوايج، باقي نقص يعني شنقول لك مستوى العيش الكريم اللي كيطمح ليه اي واحد راه ناقصين منه داك الناس. يعني الناس اللي كدوز تقريبا اسبوع غير بالتشيشه وبالسميده وبكذا وبظروف كذا، راه فريمون الله يحسن عوانهم. وكنتمنى من الله يرحم اللي ماتوا، كنتمنى من الله يوقف مع 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 المصابين ويشافيهم لينا، وهذا الشيء اللي غادي نقوله. وعانت لي شنا تما بزاف، راه ملي كتوصل اخويا لواحد الدوار وكتشم رائحه الموت، ودوار اللي باقي فيه الناس تحت الانقاض، وباقي فيه الناس اللي ما وصلتهاش مساعدات، راه واخا نبغي نوصف لك راه اللسان يعجز عن الوصف. والله يعني الزنزال خلف واحد الكارثه اللي اش غنقول لك، كارثه انسانيه وكارثه اللي فريمون اللي نفسيه على الناس على الاهالي. كنقول الله يحسن العوان ديال الاهالي اللي باقيين لحد الساعه كيتسناو انهم يجبدوا لهم والديهم تحت الانقاض، ولا يجبدوا لهم خوتهم، ولا يجبدوا لهم. حنا ما كيجيوناش وماشي من دمنا، وغير شفنا داك المناظر وفريمون تالمنا لواحد الدرجه ما كتصورش. فما بالك واحد الشخص اللي غيكون مشى ليه باه، ولا مشى ليه خوه، ولا مشى ليه يعني الله يرحم اللي ماتوا. وكنشكركم بزاف، وكنتمنوا نكونوا وصلنا واحد الصوره الواحد من الشعب اللي تهوجاته النفس وتهوجه جا لهذ المدينه وجا باش يعاون في سبيل الله. ولا كانت استطاعتنا حنا كنوعدوا ان باقيين ان شاء الله غنديروا قوافل اخرى، وباقيين غادي نمشيو وغنديروا من مالنا الخاص ونجمعوا داك الشيء اللي قسم الله، وغنمشيو للمناطق اللي ما زرناهمش عاوتاني، على وعسى نقدروا نقصوا على ديك الناس غير شويه ديال هذا الالم وديال هذا الشيء اللي هما حاسين به. وشكرا.